مرحبا بكم وإلى موجز الأخبار عبر منصات السودانية 24. هنأ رئيس مجلس السيادة السودانية القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان هنأ الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بمناسبة فوزي. وقال البرهان في تغريدة على منصة إكس: أتقدم بالتهنئة للرئيس دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، متمنيا له التوفيق كما أتطلع إلى أن تتطور علاقة بلدينا خلال فترة رئاسته لما فيها مصلحة البلدين. أصدر وزير الخارجية السوداني السفير علي يوسف الشريف أولى قراراته وعممها على بعثات السودان في الخارج بضرورة تنوير العالم بانتهاكات الميليشيا المتمردة ضد الشعب السوداني وكشف جرائمها وإيضاح الأوضاع في السودان لوسائل الإعلام وأجهزة الدولة الرسمية التي يمثلون فيها السودان. وشرع عدد من السفراء بحسب صحيفة السوداني في تنفيذ التعميم فوراً في وقت يجهز بقية السفراء والقائمين بالأعمال بالترتيب لتنفيذ قرار الوزير. أعلن برنامج الأغذية العالمي إعلاناً إلى اللاجئين السودانيين في مصر انتهاء صلاحية البطاقات القديمة التي تم استلامها في بداية مشروع الوافدين من السودان، وقال إنه لن تكون هذه البطاقات قابلة للاستخدام قريباً، داعياً السودانيين إلى سرعة التسجيل للحصول على بطاقة جديدة موحدة تضم جميع أفراد الأسرة. هنأ رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم دكتور عبد الله حمدوك هنأ دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الأمريكية، وقال: نتطلع لأن نتعاون سوياً لإحلال السلام في المنطقة والإقليم والعالم، وخاصة فيما يلي الأزمة الكارثية في السودان. وأبدى حمدوك تمنياته بالتجاوب السريع من قبل ترامب، وذلك تجاه الأزمة المحورية التي تهدد السودان ومحيطه والإقليم بأسره في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم. دشن الفريق الركن مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام رسمياً بدء الرحلات الجوية من مطار بورسودان إلى مطار دنقلة شمالي السودان. ووصل جابر على رأس وفد من الحكومة الاتحادية، وكان في استقباله بمطار دنقلة عبد الدين عوض الله والي الولاية الشمالية وأعضاء لجنة أمن الولاية ومجلس وزراء حكومة الولاية ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية. وعقد جابر فور وصوله اجتماعاً بلجنة أمن الولاية حيث اطلع على الأحوال الأمنية واطمأن على ترتيبات الولاية الأمنية. نهاية موجز الأخبار، لمزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة نشرة الأخبار عبر منصاتنا المختلفة. تقبلوا تحياتي وفريق العمل في أمان الله.